فادي عضلات فيديو جديد النهارده يا جماعه. انا هجرب لكم الاول مره مطعم الفا بياتو. لو تفتكروا في رمضان اللي فات كنت انا جربت لكم اللي هو الفرع الثاني بتاعهم اللي هو الجديد اللي هو الالفا بياتو تو جو. لا المره دي انا بجرب بقى الفا بياتو اللي هو الاصلي. تمام، هو المفروض يعني الفرع الاصلي بقى فيه وجبات اكتر وكده، هم مختلفين شويه عن بعض يعني. تمام، بس المهم فقلت النهارده اخش على المنيو اشوف الوجبات الرمضانيه عندهم. لقيت وجبه اسمها غريب جدا يعني، حتى انا كنت محرج جدا وانا بطلبها يعني. وجبه اسمها وجبه اسمها اوسو بوكو. صدقني كويس يا بقول لكم انا مش بهزر، انا وجبه اسمها اوسو بوكو هوريكم اسمها يعني. حتى انا وانا بطلب يعني، بصوا معايا الاوسو بوكو ده عباره عن ايه. قطع لحم موزه بالعظم على الطريقه الايطاليه، تقدم مع صوص مشروم براون مع الرز الروزيتو. اوسو بوكو. والمهم ايه، انا بصراحه انا كنت محرج وانا بطلبها بجد يعني. بقول له كده حسيت ان انا بشتم الراجل بصراحه يعني. حسيت ان الواد حريك كده بيقول لي ايه، بيقول لي اه تقصد اوسو بوكو يا فندم. قلت له ايوه هو دي. المهم يا جماعه الوجبه دي بكام؟ سعرها 425 جنيه. ربع والله يخرب، مش عايز اشتم بجد بقى عشان 425 جنيه ليه؟ المهم 425 جنيه والتوصيل كمان 20 جنيه. المهم هم كانوا قالوا لي ان هو الاوردر هيوصل في 3 4 ساعه او ساعه بالكتير، هو وصل في ساعه الا حاجه بسيطه. المهم يلا يا جماعه نجرب الاوسو بوكو ديت. بس هي المشكله ان هي مش اوسو بوكو، هي اوسو بوكو دي الصح. ليه؟ لان هي حتى لو تلاحظوا بصوا يا جماعه او اس اس في تشديد على الاس، فهو النطق الصح للاسف اللي انا بقوله مش اللي هو بيقوله. طب انتوا طب يعني معلش يعني لازم يعني يعني لازم لازم طب ليه 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 الاسماء ليه الفزلكه ديت؟ ما تقولوا مثلا لحمه موزه بال يعني ما برضك هتبقى مش عارف والله. المهم خلاص يا جماعه، بس هو يعني طبعا احلى حاجه بتعجبني يا جماعه في الفا بياتو الشنطه بتاعتهم تبقى شيك جدا بصراحه، الشنطه شيك جدا جدا يعني، لذيذه كده لذيذه. تمام، حطوا لايك يا جماعه، ما تنسوش تعملوا لايك، اشترك في القناه مش مشترك مش عارف، انا زعقت قوي في اللايك ليه مش عارف. اتحمست بزياده، قال لي يعني هتحط لايك يعني، لا انا عارف انت هتحط لايك. انا حاسس ان الطبق سخن يا شباب، سيبني كده ندلق على طول، اصل انا ما عنديش وقت. على فكره يا جماعه انا طلبت الوجبه من غير اي صوصات خالص. خلاص بقى سيبكم بقى من الجو بتاع زمان ده والفزلكه بتاعت زمان دي، احنا بقى ايه يعني، انا اطلب الوجبه لازم اطلب معاها طحينه، لازم اطلب معاها صوص، لازم اطلب. فككوا بقى من الكلام ده، انا طلبت الوجبه بس زي ما هي على ابوه كده، زي ما هي بالظبط، ما جبتش معاها اي حاجه. هي اصلا الوجبه بيبقى عليها صوص من فوق، فمش مستاهله اي حاجه معاها. ايه ده حلو برضك الطبق متبرشم يا جماعه. بصوا الطبق اهو، ده شكل اللي بصوا جايه ازاي، حلوه برضك البرشمه دي يعني. هل ده مثلا يعني مش عارف يعني ايه الهدف؟ ماشي عشان الطبق ما يتفتحش يقوم يتكب اللي فيه برضك. فكره كويسه، فكره كويسه. ده موزه موزه اللي هي اللي بيبقى فيها الملبسه. بصوا يا جماعه اهي يعني الوجبه على فكره بتطلع بخار جامد يعني زي الفل، حاجه حلوه قوي 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 يعني. بصوا يا جماعه الموزه اللي هي، ثواني يا جماعه مش عارف ايه اللي بيحصل. بصوا يا جماعه موزه بالملبسه، انا كنفت بس دي موزه بالعظم. ايه ده في ايه؟ لا تمام سخنه طبعا. ده الرز المبهر اللي هو الروزيتو اللي بيقولوا عليه دوت، في قطع مشروم كده بس هما بيقولوا بصوص المشروم. هل معنى كده ان في كمان صوص المشروم جوه الرز نفسه؟ انا مش عارف الصراحه، بس هو واضح ان الرز زي ما يكون عليه صوص فعلا. تقريبا الصوص البراون ده هو اللي مخلي الرز ممكن يكون لونه بني. على فكره الموزه دي بالعظم فعلا، بالعظم دي زي ما تكون متاخده من رجل البقره ولا ايه مش عارف والله يا جماعه. هما حتتين لحمه، واحده كبيره وواحده صغيره. طب تعالوا كده ندوق يا جماعه. ايه ده يا جماعه؟ الرز جامد جامد قوي. عارفين اللي هو جواه قطع مشروم بني كده فاتحة. واو يعني. تعالوا نخش على اللحم بقى، تعالوا اوريكم الحتة الصغيرة دي الأول. بصوا 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 واو، ايه ده؟ لحمة غريبة
بص من جوه بس، يعني طعمها مش اللي هي الموزة العادية اللي أنا متعود عليها، الرز اللبني لذينة جامد، مش رز عادي، رز عليه صوص كده، صوص المشروم موديه في حتة تانية خالص. بالحق كان في ناس بتقول لي في الفيديو اللي كنت بجرب فيه البطه بتاعت الكركشان دي اللي هو الربع بطه، بتقول لي ده جايب لك رز قليل قوي. هو فعلا على فكره الرز فعلا يعتبر قليل مقارنه بده، بس كان طعمه جامد بصراحه، هو بس مشكلته فعلا كان يعتبر قليل تمام، يعني مقارنه بالرز ده يعني ده مثلا نقدر نقول الرز اللي هنا ده ضعف مثلا كميه اللي كان في التاني. واو، بس الفكرة ان هنا الوجبة دي 400 يعني يا جماعة 425 جنيه ده 8 كيلو لحمة، مش يعني مش مش وجبة شوية رز وقطعتين لحمة تبقى ب 405، مش للدرجة دي يعني. يعني المطاعم بقى تهدى علينا شوية، انا حتتين لحمة ب 8 كيلو لحمة ليه؟ ليه يعني؟ بص بقى القطعة دي اللي غريبة، قطعة كده مدورة يعني غريبة جدا، بصوا واو بتطلع بخار لسه. ده دي مش عارف دي رجل بقرة دي ولا رجل خر ولا ده ايه، مش عارف والله. بصوا يا جماعة من ورا يعني شكلها غريب غريب، غريبة جدا. هي موزة وفيها ملبسة وكل حاجة، بس مش الموزة الطبيعية. واو بصوا يا جماعة الرز لما كانوا كاتبين رز روزيتو انا كنت مفكره اللي هو الرز زي الريزو، كنت مفكر الريزيتو ده في الاول اللي هو زي الريزو كده بتاع الكنتاكي، هو يعتبر مشابه ليه فعلا، بس الصوص بتاع المشروم موديه في حتة تانية خالص، مختلف تماما، الطعم يسيح دماغك، حاجة تانية خالص خالص، وجواه قطع مشروم كده. قطع بني يعني، هو يعني هو بصوص المشروم وجواه قطع مشروم، بس قطع المشروم يعني مش كتيرة قوي، هو يعني في قطع بس مش يعني مش مالية الطبق قوي، فاهمني؟ بس كويسه يعني برضك معقوله، مش ولا قليله قوي ولا كتيره قوي، يعني في المعقول كده. بس انا مش عارف الموزه دي متاخده من ايه بالظبط، العظمه شكلها غريب اصلا.
المهم يعني اللي انا عايز اقوله يا جماعه، هي الوجبه تحفه جدا كطعم، كميه الرز معقوله، المشروم الى حد ما يعني معقول، الصوص اللي على الرز موديه في حته تانية خالص، اللحمه هي اللي مش وحشه ومش حلوه قوي يعني، عارفين مش عارف اشرح لكم ازاي، يعني عارفين اللي هو لما بتجيب موزه من الجزار عادي وتتعمل في البيت بتبقى احلى بكتير، مش عارف يعني الطريقة غريبة شوية، فأنا مش عارف هل هي نوعية اللحمة مختلفة يعني موزة بس من حاجة تانية مش من بقرة، ولا أنا مش عارف دي موزة إيه بالظبط، يعني متاخدة من إيه بالظبط مش عارف، والطريقة الإيطالية دي بيضيفوا لها إيه ولا بيسووها إزاي مش عارف، بس هي يعني طعمها جميل، بس مقارنة بالموزة اللي هو لما بنجيبها من الجزار ونعملها في البيت، لا الموزة اللي بتتجاب من الجزار طعمها بقى أحلى يعني، بالذات إن هنا الملبسة مش باينة، الملبسه اللي هو حته الدهن البسيطه دي اللي بتبقى متخلله جوه اللحم دي اللي بتدي الموزه طعم جميل قوي، هنا ما تحسش قوي بالملبسه مش باينه، فاهمني؟ ف وبعدين عندي اعتراض على حاجه، يعني الوجبه دي حرفيا حرفيا هي عباره عن حتتين لحمه وشويه رز، ف يعني 425 جنيه ليه؟ انا شايف ان السعر اوفر قوي على الوجبه، وبعدين حاسس كمان حاجه رغم جمال الوجبه، لا يعني دي حاجه ما عليهاش نقاش، انا اتمزجت جدا من الوجبه وكل حاجه، ولكن تحس ان في حاجه ناقصه، اللي هو ايه، انت بتاكل لحمه ورز فلازم كان يكون معاها حاجه، يعني لازم يكون كان مثلا جوه الطبق ده لازم يكون مثلا معاه شويه بطاطس فرن، شويه اي حاجه، يعني هل من الطبيعي ان انت بتاكل لحمه ورز كده من غير اي حاجه معاهم؟ اكيد يعني لما بتاكل لحمه ورز بتاكل معاهم بطاطس خضار اي حاجه، فكان قصدي يعني اي حاجه بسيطه كده جنبهم كانت هتظبط الاكل اكتر، ولكن هي الوجبه جميله جدا، بس بصراحه شايف ان السعر مبالغ فيه جدا، يعني شايفها غاليه قوي قوي، تشبع وكل حاجه، ويعني الكميه معقوله كرز، انما كلحمه يعني 425 جنيه ده المفروض يحط نص كيلو في قلب الطبق. المهم اتمنى تكون التجربه عجبتكم، استنوا فيديو جديد.